أصدقائي بغيت نخلي واحد الرسالة بالنسبة لرقم 7 اللي كان كيرشادي زكريا حدراف. اللاعب اللي غادي يجي من وراء زكريا حدراف وغادي يحمل القميص رقم 7 إن شاء الله بغيت نقول ليه واحد الرسالة. رقم 7 رقم اللي غالي ورقم اللي خدت به الألقاب وغالي عليا بزاف في الرجاء البيضاوي. نتمنى إن شاء الله يشد رقم 7 ويكون بحسن ظن زكريا حداد وبحسن ظن جماهير الرجاويه ان شاء الله، ونتمنى لهم الخير سواء كان اجنبي سواء كان مغربي. وتبارك الله عليكم والله يسخر والله يجيب تيسير للجميع وزباكس. تبارك الله عليكم.